بالنسبة إلى برنامج في الماتلاب، هو برنامج موجود على سطح المكتب بعد ما تنصبه. هذا الشكل أو هاي العلامة الخاصة بالماتلاب، لما ننقر عليها نقرتين راح ينفتح تظهر لنا هذه الشاشة الترحيبية بالماتلاب. بعد ذلك راح تنفتح وتظهر هذه الصفحة اللي نسميها الكوماند ويندو. بالنسبة إلى الماتلاب، طبعا الكوماند ويندو هي نقول الشاشة اللي نكتب بيها أغلب إعازاتنا. يعني هنا هسه طبعا أي إعاز بالماتلاب من ينكتب راح يتعامل ويا المتغيرات على إنها مصفوفات. كلمة ماتلاب جاية من كلمة ماتريكس لابوراتوري، وماتريكس لابوراتوري يعني مختبر المصفوفات. يعني أنا هسه لو عندي حرف أي مثلا، هذا الأي أنا راح أعتبره كمتغير يحتوي يساوي واحد، يعتبره مصفوفة تساوي واحد. فإذا أنا بدي أكتب إنه أي هو متغير قيمته تساوي واحد، لازم أكتب أي تساوي واحد. زين، إذا كتبت أي تساوي واحد بهالشكل يعتبر نفسه المصفوفة اللي هي أي تساوي واحد. لكن أغلب تعاملنا مع المصفوفات راح يكون بشكل إنه نكتب هذه الأقواس المربعة الشكل حتى نحط ليهم الإعازات. يعني هسه مثلا بدي أكتب أي تساوي مصفوفة أبعادها 1 2، طبعا فارزة مفروطة معناته انتقل إلى السطر الجديد، 3 فارزة 4. لاحظوا هنا صارت عندي مصفوفة الواحد فراغ 2، هاي الرو الأول، وثلاثة وأربعة الرو الثاني. الفارزة المنقوطة هي اللي راح تنقلنا إلى السطر الثاني. زين، إذا كتبنا له أي تساوي 1 فراغ 2 فراغ 3 فراغ 4 فراغ، راح نشوف إنه راح يعتبرها كل الموجودات في السطر نفسه. زين، إذا الأي حطينا بين الواحد والثنين هاي فارزة منقوطة. الفارزة المنقوطة دائما معناته ابدي بسطر جديد. بقى هسه قلنا 1 2 3 4، صارت كل وحدة يحطها بسطر جديد. فإذا احنا هنا بنتعامل مع المصفوفة راح نتعامل المتغيرات على انها مصفوفات. وهذه الصفحة هسه شفتوها هي الكوماند ويندو، هذه يسمونها الكوماند ويندو، نكتب بيها اي اعاز نريده. الاعاز احنا هنا من نكتبه، اذا حطينا ورا الاعاز ورا ما كتبنا اي تساوي مثلا 1 فراغ 2، سدينا حطينا فارزة منقوطة، ما راح يعرض لنا النتيجة. يعني فارزة منقوطة اذا حطت بعد ما ينتهي الاعاز ويكمل، اذا حطيت فارزة منقوطة ما راح يعرض النتيجة. بس اذا عدنا الاعاز نفسه وشلنا الفارزة المنقوطة راح يعرض النتيجة مالتنا. هاي الحالة وين نستفاد منها؟ من نكتب البرامج، من نحط مجموعة اعازات في البرنامج. ما اريد كل ما ينفذ اعاز يطلع النتيجة، اريد بس النتيجة النهائية ينفذها، فنحط الفارزة المنقوطة حتى نقلنا لا تراوينا كل ساعة نتيجة الاعاز، اريد بس النتيجة النهائية. وبالتالي راح نحط نهاية كل اعاز فارزة منقوطة حتى ما يراوينا نتيجة كل اعاز. بس اذا عندك غلط تريد تشوفه لازم تشيل فارزة منقوطة حتى كل اعاز يعطيك نتيجة تنفيذ هذا الاعاز.